من أسبوع إلى أسبوع يجلس المشاهد العربي منتظراً أمام الشاشة الصفراء ليسمع ما يقال عنه طوال أسبوع بأنه حوار وموضوع مهم ومنتظر، ويأتي الموعد ويطل علينا بموقفه الحاسم المدعو فيصل القاسم، تحية طيبة مشاهدي الكرام، واضحاً من خفي على زعمه من حقائق وموضحاً ومقسماً بأنه يفعل ويعمل خدمة وحباً بالعربي المواطن. فإذا كان المدعو العرعور ينظر إليه على أنه شيخ ما يسمى الثورة السورية، فإن السماسرة والمرتزقة الذين يسمون أنفسهم معارضة سورية في الخارج بايعوا المدعو القاسم بلقب شيخ إعلامي الثورة، إلا أن القاسم هذا نال ضربة موجعة من الشيخ الوهابي عبد الرحمن دمشقية الذي يزعم أنه إمام مسجد التقوى في مدينة بليموث البريطانية. الشيخ المفتن هذا طالب الإعلامي المفسد بتغيير مذهبه بعدما أبدأ إعجاباً كبيراً بكلامه العسل، وهذا ما جاء حرفياً على حساب دمشقية على تويتر. وبعد، فهل سيرفض القاسم هذا طلب دمشقية ويهاجمه من على منبر الجزيرة، أم سيقبل منه دعوته لتغيير طائفته حتى ينال رضا من يسمون الثوار والثورة؟ في كلا الحالتين ورطة فيصل كبيرة، فما عليه إلا أن يطأطئ الرأس ويسكت بالعا لسانه مطنشا هذه الضربة التي أصابت رأسه، آملين أن يكتشف بعد أن يصحى من ضربة الشيخ دمشقية أي ثورة مزعومة هذه التي يدافع عنها، وأي ثوار هؤلاء الذين يسوقهم على شاشة التحريض والفتنة، ثوار القتل والإرهاب وثوار الفتنة والطائفية.